السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنكمل القصة بتاعت امبارح، إذا كنت شفتها يبقى كويس، ما كنتش شفتها روح شوفها وارجع شوف ديت. لأن إحنا بنتكلم مع بعض على إن أنت لما تيجي تقرأ القرآن الكريم هتلاقي فيه بعض قصص كده، يمكن تحب تعرف إيه القصص ديت. بس خلي بالك إن القصص ده فيه بحور من الكتب، وبحور من الأوهام، وبحور من الإسرائيليات. فخلي بالك وانت بتنتقي وانت بتقرأ كده، لازم تخلي بالك انت بتقرأ لمين، مين اللي كاتب ده، معتمد ولا مش معتمد، معتمد او مش معتمد دي ليه؟ لان دخل على القصص حاجات كتير، لان الناس بدأت تكتب بعد سنين طويلة من رحيل النبي جسدا عليه الصلاة والسلام، والتفسيرات كتير والحكايات كتير. فاحنا بناخد المعتمد اللي هي الموثوق فيها عشان خاطر تبقى فاهم، وتقرا تلاقي ما كلمت عن ما ينطق عن الهوى، وكلمنا عن قصه عبس وتولى عبد الله بن ام مكتوم، وحكيت لكم الحكايه. ويا ايها النبي، شوف اللفظ القراني الكريم ازاي جميل ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم، سوره التحريم، يا ايها النبي، مش يا ايها الرسول او يا محمد، لا، يا ايها النبي، لما تحرم ما احل الله لك؟ رئه في العتاب او في التصحيح، لي يعني جاي من السماء راي تاني، انت رايك كويس بس احنا بنعدل بنظبط. ففي رقه، الرقه دي من الله لسيدنا محمد، ما عشان احنا نتعلم، عشان احنا نتعلم نبقى برضو عندنا الرقه دي. كل دي نماذج الله سبحانه وتعالى بيحطها لنا في القرآن الكريم عشان نتعلم منها. إذا ما تعلمناش منها يبقى احنا عندنا مشكلة، يبقى عندنا مشكلة، ما مش عارفين نستفيد من الكتاب ده. شوف ما تيجي تقرأ يا أيها النبي، شوف العبارة الآيات يعني حينينة ازاي. وبعدين يا أيها النبي، لما تحرم ما أحل الله لك؟ تبتغي مرضات أزواجك؟ بص على طول، والله غفور رحيم، يعني ربنا خلاص ما فيش حاجة، الله غفر كل حاجة، فيش مشكلة، يعني ما فيش مشكلة، بس بيدي حاجة عشان تبقى مظبوطة. فخلي بالنا، أنا بقى امبارح قلت لكم إن إحنا هنقف عند الآيات اللي هي في سورة الأحزاب، القصة الخاصة بين زيد بن حارثة وستنا أمنا الكريمة زينب بنت جحش. وده بقى اتقال فيها قصص للصبح، وانا شغلتني وانا صغير، لانه في الايه اللي بتقول فيها ربنا بيخاطب سيدنا محمد، وتخفي في نفسك ما الله مبديه، كنت اراها وارتبك. ونقرا تفسيرات وحاجات زي كده، بس زمان كانت الحاجات مش متاحه زي دلوقتي، فلكن برضو تبقى الايه في ممكن ترتبك فيها. والقصه زيد بن حارث يجي يقول له أنا عايز أطلع، يقول أمسك عليك زوجك واتق الله، يمسك عليك زوجك. تقوم لما تيجي تقرا تلاقي إن سيدنا محمد بعد زيد ما طلق زينب، لما جه هو يتجوزها بعت لها زيد بن حارثة، قال أنا عايز أخطبها، روح أخطبها لي، لأن جاله أمر من فوق، زوجناك. وكنت تمشي تفتخر في وسط ستات النبي رضوان الله عليهم جميعا، انتوا كلكم اتجوزوا، النبي اتجوزكم من اهاليكم، انما انا اتجوزني، ربنا جوزني لي من فوق سبع سماوات، زوجناكها. فلما تيجي تقرا الايه، اقف بقى ونحكي لك الحكايه محكيه وانت عارفها، لكن عايز اقول لك ملامح في القصه. زيد بن حارثه هو كان اتأثر هو وامه في بعض في معركه، يعني كان ماشي وهم رايحين مشوار بتاع في الصحراء يعني، فالناس قبضوا عليهم وباعوهم لحكيم بن حزام. فحكيم ادى زيد لستنا خديجه، دول هديه، فستنا خديجه ادته للنبي عليه الصلاه والسلام هديه، ما كانش فيه لسه نبي ولا حاجه، ادته لمحمد بن عبد الله هديه. وبعد راحت الدنيا شويه وجم اهل زيد بن حارثه عرفوا مكانه، فراحوا يفدوه، فراح قال هو مع مين؟ قالوا مع محمد بن عبد الله. فراح لسيدنا محمد، عايز كام عشان ناخد ابننا؟ قال لهم لا مش عايز حاجه، خيروه. فالاب اتلخبط، خيروه في دي فيها خيار؟ هو دلوقتي عبد يعني ملك سيدنا محمد ومن ستنا خديجه، وهيرجع لاهله، يبقى في خيار دي
هيخيروه في ايه؟ وهم مستعدين يدفعوا اي حاجة عشان ياخدوا ابنه. فسيدنا احمد قال لهم خيروه، لو عايز يروح معاكم خدوه، مش عايز في حاجة خالص يروح مع اهله، لو عايز يقعد معايا يقعد وحر. سيدنا محمد مش نبي لسه، مفيش رسالة ومفيش حاجة. فراحوا لزيد بن حارثة قالوا له يا زيد يلا تعالى معانا، الراجل ده كريم قوي وقال لنا خيروه. طبعا الاب ما كانش عنده فكرة ان ممكن زيد ده يقول لا انا مش هرجع. فطبعا حصل درباك، قال لهم لا الراجل ده انا ما شفتش منه كل خير وكل محبة وكل ود، انا عايش معه سعيد جدا، مش هلاقي عيش احسن من كده. يا راجل انت في الاخر مولاه عبده، ازاي تعال معانا؟ قالوا لا مش هروح. فسيدنا محمد كريم برضه جدا فردها له، خرج وراح عند الكعبة قال يا قوم اشهدوا ان زيد ابني ارثه ويرثني، خلاص ومن الان هو زيد بن محمد. ومشيت القصة. وبعدين انتوا عارفين بقى القصة اللي نزلت الايات، ما فيش حاجة، ما كان يعني النبي ما احد من رجالكم، ما فيش تبني. زيد بن حارثة خلاص انت عارفنا قصة زيد، خلاص بقى نروح كده نستنى شوية ونروح لزينب بنت جحش رضوان الله عليها امنا الكريمة، اللي عملت حاجة في، مش هي اللي عملت، ستنا صفية عمة النبي، لكنها حملت على سرير النبي، اول امرأة تحمل على سرير النبي. ما عرفش ايه القصة دي، انا قريتها بس كده ما عرفش، عشان حبس فيها برضو. زينب بنت جحش ست مولودة 33 قبل الهجرة، لا مش 33، 33 قبل الهجرة صح، فيعني ما كانتش صغيرة. لكن مين اللي تولي امورها؟ سيدنا محمد. الله، يعني سيدنا محمد يعرفها؟ طبعا بنت عمته، بنت اميمة بنت عبد المطلب بنت عمته. خلي بالك دي نقطة مهمة جدا، لان في الكتب يقول لك اصل سيدنا محمد شافها فعجبته، شاف ايه اللي فعجبته يا جدعان؟ دي بنت عمته. وهي لما جت تتجوز جالها ناس كتير من قريش، فرجاله كتير، فراحت بعتت لسيدنا محمد قالت له فلان وفلان وفلان وفلان، قال لها لا انا هتجوزك زيد بن حارثة، انا بنت اميمه بنت عبد المطلب وعم وقريبه الرسول، اتجوز مولى رسول الله. لكن الايات بتقول يعني انه مفيش حد يختار على خيار الله ورسوله، الآيات قدامكم شوفوها، أن يكون لهم الخيرة. خلاص ده قرار من الله ورسوله، هتتجوزي عشان في قصة هتحصل. فلما بتتجوز زينب بنت جحش زيد بن حارثة، هي مش مبسوطة، مش هو ده. فطول الوقت في مشاكل، هي متعالية عليه وهو متضايق مش مبسوط. فيروح يقول لسيدنا محمد أنا مش قادر استحمل. خلي بالك، ولما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. زوجناكها، ده مش النبي ما طلبش اي حاجه. ايه الوطر دي؟ ممكن الناس تقول لك وطر يعني اتجوزها شويه، لا 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 لا، الوطر يعني خد شاف معاها كل حاجه، اللي سكن اللي هو الزواج، السكن والموده والرحمه، عمل معاها كل حاجه ما فيش فايده. فخلاص الحياة بينهم أصبحت مستحيلة خلاص. فده كلمة وتر دي مش معناها أنه هو جوز فترة، ويعني ممكن حد يشوف معناها بمعنى تاني، لا، أنه خدمة للزواج إيه؟ سكن ومودة ورحمة، ده النص القرآن، سكن ومودة ورحمة. فسكن في مشاكل، المودة خد، الرحمة خلاص، فقال له عايز أطلقها. يوم النبي يقول له إيه؟ أمسك عليك زوجك واتق الله، اسكت. هنا بقى الآية اللي أنا بقول لك عليها تقف عندها وتبص كويس، اللي هي بيقول فيها سيدنا النبي، اللي بيقول فيها القرآن الكريم إيه بقى؟ وتخفي في نفسك والله ما الله مبدي. إيه اللي بيخفي سيدنا محمد؟
اللي هيبديه الله سبحانه وتعالى، اللي هو العرب ما كانوش يتجوزوا أزواج أدعائهم. يعني لو واحد يعني قال ده ابني بالتبني وكده، ما احنا عايزين نلغي دي، ربنا عايز يلغي دي. فالقصة دي كلها اتعملت عشان نعرف القصة دي، عشان نعرف ان سيدنا محمد نفسه هيتجوز الست اللي كانت متجوزة ابنه بالتبني، اللي هو لغى بقى التبني خلاص ورجع زيد بن حارثة. فاللي بالك زيد بن حارثة ده هيموت في سنة اظن 8 هجري في الحدود دي كده، وسيدنا محمد هيعيط عليه جامد جدا، كان بيحبه جدا. فلما المؤمنين شافوه هو بيعيط لانه مات في مؤتة، فقالوا له رسول الله تعيط؟ فقال لهم شوق الحبيب لحبيبه. ما هو ده يعتبر زي ابنه، رغم ان هو في السن مش بعيد عن النبي قوي، سنه مش بعيد عن النبي، يعني هو مات عنده حاجة وخمسين سنة، لكن يقول لك شوق الحبيب لحبيبه. ولذلك أسامة بن زيد له قصة كبيرة، اللي هو ابن زيد ده. يبقى إذن سيدنا محمد كان يعرف زينب كويس جدا لأنها بنت عمته. ولما حصل الخلاف بينها وبين زيد بن حارثة وهي وخلاص طلقها، لما جه يتجوزها بعت لها زيد قال له روح يا زيد عشان يبقى عارف ان نفسه صافي خالص، مش عايزة خالص. فصدقوا انه لما راح زيد بن حارثة حسب الروايات اللي موجودة في الكتب لستنا زينب، ابشر يا زينب، يا سلام، ان رسول الله يخطبك. ده زيد، ابشري يا زينب، كل الحاجات الغضب اللي كان غضبانه نسيه، ابشري يا زينب ان رسول الله يخطبك. فالست دينا زينب عملت راحت خارجه على الكعبة على طول وقالت له يا رب هو بيخطبني، اذا كنت اصلح لي زوجني يبقى خلينا اتجوزه، يعني يا ريت يا رب. ونظرت انها تصوم شهرين لو تزوجت بالنبي صلى الله عليه وسلم. وكان الزواج، فأي حد يقول لك إنه النبي كان في نفسه حاجة، النبي لا، هو عارف إن هو في قرار إلهي، بس قلقان من الناس. وسيدنا محمد ما هو كان بيعمل كده، بيبقى طول الوقت يعني حمل تقيل، حمل تقيل بتيجي تغير مجتمع خالص، بتغير مجتمع خالص. إنما ما حد يقول لك أصل هو كان شافها في بعض الروايات وكده، روايات يعني انا استقبحها، انه يقول لك ايه انه هو شافها، راح لزيد مره وهي مش شافها، شاف ايه؟ شاف ايه يا عم الحاج؟ ده هو مربيها تقريبا معاه، يعني هي مش بعيده معاه في السن قوي، يعني اصغر منه بحاجات بسيطه. الجواز تم في سنه 6 هجري، 7 هجري، 5 هجري، مش معروف بالظبط الجواز تم امتى. فيبقى انت دلوقتي لما تقرا الايه ما تتلخبطش، وتبدي وتخفي في نفسك ما الله مبدي، هتتجوزها وهيقولوا اتجوز البنت اللي الست اللي كان متجوزها ابنه، هتقول لهم ايوه لان الاسلام حرم الكلام ده، مفيش كلام من ده، هو ده بس، لان هو ده اللي ابدا الله. فالايه بقى تبقى واضحه عندك. طب بس خد ملمح كده، مين زينب بنت جحش دي؟ كان اسمها بره، ولما تزوج الرسول سماها زينب. طيب ايه كمان؟ ام المساكين، ماتت لا تملك لا درهم ولا دينار. قبل ان يقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة الحديث اللي انتوا عارفينه كلكم، انت اول اهل بيتي لحوقا بي، لستنا فاطمة الزهراء، اللي هو لما دخلت عليه هو في يعني في اخر لحظاته المرتبطة بالحياة، فبكت وضحكت، بكت لما قال لها أنا مقبوض في مرضي هذا، ولما ضحكت قال لها أن أنا هتبقى أول أهل بيتي لحقا بي. قال لهم بقى من لأزواجه لزوجاته، أول زوجة فيكو لحقا بي أطولكم يدا. فكانوا الستات يقعدوا يبصوا الإيدين كده، لا لا مش كده، أطول يدا يعني أكثركم كرما. فكانت زينب بنت جحش أكرم زوجات رسول الله، ده بنص رسول الله، وهي
ما رضيتش تخرج ابدا بعد ما انتقل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت مش هركب دبه ابدا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وماتت، رحلت زينب بنت جحش، يقال تحديدا في 20 هجري في ولاية عمر بن الخطاب. ملمح لطيف في وداع أمنا الكريمة، إنه هي قلت لكم أنا من شوية إنها كانت أول أهل بيت رسول الله لحوقا به من زوجاته، أول واحدة. طيب يا سيدي، فهي قالت لهم يعني احملوني على سرير رسول الله، ده لم يحمل علي أحد إلا أبو بكر قبلها، وبعدين بعد كده كان بيحمل فيه ناس، لكن بعد كده ما جاء ملك مروان قال لا ده بقى يحمل الأشراف، مش هتنفع إن هو يقول لهم يعني حاجة محمل تاني، سرير أخرى يعني. فلما جم يتنوها المدينة كلها استخرج، طب هو السرير اللي السيدة بتنام فيه مش متغطية فما ينفعش. فصفية بنت عبد المطلب رضوان الله عليها قالت لسيدنا عمر انا شفت حاجة عند الاحباش بيعملوها غريبة قوي، الاقي ايه؟ قلت له بيعملوا لهم حاجة كده يعني حاجة تعلى كده على الجسم بحيث ان الجسم تفاصيله ما تبانش. كان سيدنا محمد اصدر امر، سيدنا عمر رضوان الله عليه اصدر امر محدش يخرج الا محارم ستنا زينب، محدش يخرج خالص في الجنازة عشان محدش يشوفها، لان عايز تخرج على سرير النبي فمحدش يخرج خالص من اهل المدينة، اهلها بس هم اللي يخرجوا. فلما ستنا صفية قالت له الفكرة دي قال لها والله بدعة جميلة، ورأى عملها فكانت اول سيدة يتم غطائها بالشكل ده بحيث انه يقدروا يحملوا السيدات في نعوش يخرجوا بيها، ما يبقاش الجسم بيتحرك او يبان فيه تفاصيل. فكانت ستنا زينب بنت جحش اول سيدة يحصل ليها كده، ونزل اقربائها في جنازتها، وخرجت المدينة عن بكرة ابيها زي ما بيقولوا، المدينة كلها خرجت تودع اول زوجة من زوجات النبي عليه الصلاة والسلام لحقا به، ام المساكين ام الحكم. وقال ان هي كانت بتشتغل، لذلك ان حتى لما كانوا يشوفوا بقى مين اطول ايد فيهم كانت تطلع ايد زينب برضو رضوان الله عليه، ستنا زينب يطلع ايدها، فستنا عيشة تقول اصلها كريمة وبتشتغل بايديها، هي الزهر كانت بتغزل حاجة زي كده. بس الملمح خلي بالك بقى ايه، انه من رحيل النبي ثم عهد سيدنا ابو بكر الصديق ثم عهد عمر، في عهد عمر رضوان الله عليه الفترة دي حصل ثراء بقى، كان سيدنا عمر بيوزع تمام اول حاجة زوجات النبي واهل بيت الرسول اول حاجة، فكان عندهم فلوس، فماتت ما عندهش حاجة خالص، بيقول لك ولا درهم ولا دينار، لانها اسمها ايه؟ ام المساكين. فعشان كده كانت اول اهل بيت رسول الله لحقا به بعد طبعا ستنا فاطمة الزهراء. فتشوف بقى القصة يعني لما تمشي كده وتعرف مين هي زينب بنت جحش، لابد وانت ماشي مع القصة جسمك يأشعر، ولابد انت تقدر دلوقتي او انت تقدري دلوقتي لما تقري الايات ما تتخضيش، ولما حد يقول لك حاجة، اصل في اليوتيوب حاجات كتير بلاوي كتير، فحد يقول لك لا ده اصل النبي عليه الصلاة والسلام كذا، اقول له لا ده ما بينطقش عن الهوى يا مولانا، يعني كل مش وحي، لا بس مش دي المعنى، المعنى ان هذا النبي ليس له هوى، ما عندوش هوى الحاجة، عشان احنا نتعلم ان بس نخف الهوى شوية، يعني نخف الهوى شوية، يعني مشروع ان الانسان مش هنبقى زي النبي عليه الصلاة والسلام، لكن نبقى عندنا هوى بس في المعقول، انما الهوى اللي احنا فاتحينه على البحر ده الدنيا كلها بقت هوى في هوى في هوى، فبقت الدنيا مسخة، لانه كل واحد ماشي ورا هواه، في حين ان سيدنا النبي اللي احنا مؤمنين بيه وبنحبه كلنا ما كانش يعرف الحكاية دي خالص. وهذه قصته مع زينب بنت جحش، اللي خلي بالك مولودة 33 قبل الهجرة، وهو اتجوزها سنة 6 أو 7 أو 5، يعني بنتكلم على امرأة تقترب من 40، يعني ما الخيالات اللي عند الناس ديت عشان يفسروا الحاجات
بمعاني مش كويسة، وان الست كان مشرف على اموالها وعلى كل حاجة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، ولما بتيجي تتجوز بتستشير النبي عليه الصلاة والسلام. فعايز اقول لك انه خلي بالك وانت بتقرا ان في كلام بيبقى متنطر شمال ويمين، لكن انا عارف كويس جدا ان انتوا كلكم عندكم الاطمئنان اللي عندي بان هذا هو رسول الله الذي قال له الله مرات كتير بقولها لكم انك باعيننا، وتدعو معايا اللهم اني اسالك ان تعينني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. قلت لك خد حسن عبادتك دي حطها اكتبها قدامك في الحيطة، وخد بالك من حسن عبادتك، لأن كلمة لو شلم كلمة حسن يبقى العبارة ناقصة كتير. مش عبادتك، كلنا بنعبد الله، لكن حسن العبادة ده عايز مننا شغل كبير قوي. سلام.